وقالت إن نمو الاقتصاد الصيني كان سريعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وستواصل البلاد فتح أسواقها والمشاركة في إدارة الاقتصاد العالمي. كما سلط الضوء على مبادرة الصين لبناء الحزام والطريق، حيث قال إن هذه المبادرة ستساعد على تحقيق بنية تحتية أفضل وترابط عالمي وتسرع النمو الاقتصادي. كما أشار إلى 4 مجالات لتعزيز العلاقات الصينية البريطانية، وهي تعميق الثقة المتبادلة بين البلدين، وتقريب الاستراتيجية التنموية والسياسة الصناعية بين البلدين، وتوسيع التعاون في المشاريع الكبرى مثل الطاقة النووية والسكك الحديدية فائقة السرعة والبنية التحتية وتدويل العملة الصينية الرمنبي، وتعزيز التعاون في الصناعات الناشئة.